هنقدمهم شوي. احمطوا عيب هالتصرف ها. ووب بل زيني شرط. اوكي لازم ارد اطلع هناك فوق عشان اقدر شو اسمه اكمل طريقي. غشاشين يا اخي، ما في تعادل في الامكانيات. خلاص خلصوا تفجير، اقدر اطوف الحين. حنركب. كل دماء الأبرياء، حرام عليهم يا أخي. المفروض ما شافوني، أوكي؟ أنا خشيت يعني. ما يتبطل. هناك مكان مبطل. بسم الله. نقول ان المحطة هذه كل فيها مقتلهم، بس ان في باقي محطات لحين ما حد زخهم، وان اكمل طريقي عشان اوصل لهم، وان هي بتتم في هالمكان عشان تبلغ اي حد يشرد انه يكمل وجي يعني. من فوق يقطعوا علي البراميل، يبون يفجروني. بسرعة بختنق. خلصت؟ قاعد يحاولون يدورون فيني الحين. واقفين ينتظرون. عجيب، احس عجيب القتال في هالجزء، وايد احلى من اللي قبل. الجزء اللي قبل ترشهم تم الثور فيهم مش كثر، عادي شيكنا ما يتاثرون. نسوي ريلود. اشوفك ترى، ها ثورت في جثة صاحبك، ايش فيك؟ سهلون. اوب امان، خلاص اقدر اعدي. شوي يعني، شوي شوي. اوف كان خدعة. هو بتزحلق ترى. الحمد لله البرميل انقذني. وهني في اكثر. نقط هذين عشان يوم يسحبونه فوق ينفجرون. قاعد زحلق. ما صار انفجار. انا لازم اثور فيه. فجروا كلهم. الحين عادي ازحلق براحتي. في ناس مساكين ما قدروا يعدون. مكان خطر عليهم. حرام تشون. خلنا نقعد. شوف لحين. خلوا يذبحوني. بل 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 بل. في دراي هني. ما ادري لازم اطلع فوق ولا تم تحت ولا
خلي تحت عشان الرصاص، أح عشان الرصاص ما يكون أثره وايد قوي. أوكي لازم أطلع فوق. مش كده بقتل من ولا من؟ وينك انت؟ قد تم القضاء عليهم. أجرم اليوم لين باكر، المهم إني عديت. لازم أطلع هناك، وهذه نازلة هالصوب، ف أوكي لازم أحط الطابوق ذاك الصوب عشان يستوي فيه وزن، والوزن يقدر يتحملني. أيوه تمام. زين هني ما أقدر أروح. ما في شيء، في هليكوبتر كانت تنتظرني من ساعة كأنها أخذت الخبر أن أنا هني. وحين لازم أركض، بما أن المكان مفتوح فمو بأحسن لي أن أنا أتمشى. لا 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 بتثور فيني. أوه سيارة. أوكي قدرت نخش. أح 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 أح. دعوة مش دعوة. ووب دش دش دش. اشو انا جيت. ما اطلع هني. في حد ميت. كل هذين اللي بيسحبون ويعصرونك. لا انزل. شعار بلاك ميسا، ما ادري الشعار موجود هني. ما ادري المكان كله تحت او تبع شو اسمه المختبر. انا ما احتاج اروح هناك، يعني انا كنت هناك. اعتقد ان المفروض اكمل هني اذا يصير. اوكي يصير. المكان مسكر والجثة قاعدة تمشي معاي، ما اعتقد ان هالمكان صح لازم اكون فيه. مكان مسكر يعني. نشوف مكان ثاني، نحاول نعدي ونشوف شو يصير. اوكي تمام قدرت اتجاوز المنطقة. كلها جثث محروقة، ما ادري صار لهم مساكين. اوه لازم ارد اطلع اسوي ريلود. من الحين الهليكوبتر قاعد يتثور وانا للحين ما طلعت. الطيارة مزعجة صراحة، بس انا خل اكمل. اح اح بسرعة بسرعة. اوكي شكل المكان هناك بعد مكشوف. عش دعوة الهليكوبتر يعني تدري انا وين رحت بالضبط؟ منو ما تلحقني. اوه لازم. بسم الله. وين طلعت انت؟ يقول لنا ان انا اخر شخص راح يعدي من هالطريق، لان شو اسمه الجنود يعني وايد في حالة تأهب واصلين اقصاهم. يعني قال بيعطيني بعض الاغراض عشان اكمل، بس انا ما اشوف انه اعطاني شيء، اشوفه قاعد بس. اوكي ما اعتقد اني احتاج شيء يعني، خلينا نكمل. اوكي شكرا. يقول لي جود لك، حظا سعيدا. نكمل لين المكان مسكر. هني ظلام، والكائنات هذه او الالات بيكسرون كل شيء. شكرا حق الباب اللي كان يحميني، لو سمحت يعني واطوف. ليت وايد مفيد في هاللعبة. اوهو قاعدة ستاند باي بس حقي. ايش قاعد اسوي؟ ابى اطوف. اوكي
وينهم؟ اسمع صوتهم بس ما اشوفهم. لحظة، هني في مكان حتى هوية. اوف، اوكي تمام، انا اقدر اذبحهم بالعصي واقدر اذبحهم بالرصاص. في اغراض هني. اوكي تمام، المكان مسكر وهني في باب، الباب ما يتبطل. وهذا المكان اللي انا كنت فيه من ساعة، يعني اوكي هاي الفتحة ودتني على مكان فيه شنو كان فيه؟ شنو علاجه؟ هذا المهم، فقدت الذاكرة. منو؟ كان بإمكاني أثور على حذاك وأسوي انفجار، لكن خفت إني أتعور وياك. دا أنزل يعني، يا رب. إنه يعني بتقتلوني. أوه حصلت سلاح جديد. اوب، مو قصدي اثور. هالشي بيذبحني اذا نزلت ولا عادي الامور؟ والبرج يبين من هني. زين لازم يمكن، ما اعتقد انه يذبحني مو بمروحة يعني. اوكي هناك طريق، وهني لا، هني المكان مسكر، يعني لازم اروح ذاك الصوب. اح، العمالة تعميني. زين لقيت الشرش بيخلص، خلنا ننتظر شوي للشرش يعبي. هاي الصوب اروح يمين يسار. يثورون علي بالرشاش. بأخذ الرصاص اللي عندهم بس. ووب، قاعد يقطون أشياء. أصلا ما أقدر أروح إلا هناك. أوه، خلاص ولا في واحد ثاني؟ زين وين اروح؟ لا لا، وين؟ ما اشوف شيء، اسمع بس ما اشوف. زين شلون وين اروح الحين؟ حصلت شو اسمه، ما في فتحة. شلون؟ ما يتسلق بعد هو. اما هني الطريق وانا مش قاعد اسوي من ساعة. حاطين لي هالاشياء. اوب، سكتني، ما كنت ادري انهم شي يلفون. هاي اللي يحاولون يوصلون لي. انا بروح هني، لازم نعدي من تحت. بتيني بتيني يعني. المهم يلا ننزل في الماي، ما ادري وين بوديني، طلعني برا. في دري هني نركب. بسم الله. اوه لا لا، ما كان المفروض اوقف هني، بموت.
اوكي ده خلينا نكمل في مكان فادش على طول. في علاج واغراض، في واحد مسكين ميت. اوب اه نصابين يا اخي. ليت بيطفي. الله مشكلة التشارج مال شو اسمه الليت. ناخذ منهم رصاص. زين نكمل الحين. ووب نكون مكان فضل بطل الباب. اوكي بعد ظلام يا اخي، حطوا ليتات عدلة يا اخي. بغيت تقص خشمي. زين خلينا نكسر ناخذ الاغراض والرصاص وال شو اسمه الباور. اوكي ما كنت لازم اقعد، لازم انا لازم شو اسوي بالضبط. اوب وال هالمكان لو ينفجر مصيبه. ابنزل اح هاي، لازم تضرب في الوقت المثالي عشان تعورهم وما يعورونك. اوكي استخدم هذيلا صح. صار زلزال يا حبيب، نط عدل. اوكي قدرت. ما في سيف هالاشياء لك هني عشان لا تزعجني. الحين لازم انزل تحت، هني ما في شيء. نشيك يعني، يمكن في رصاص، يمكن في شيء علاج، سلاح، اي شيء. زين نزلنا تحت الماي. زين وين اروح؟ في شيء هني احمر تقول لازم ازيد من سوب الماي عشان اقدر ان انا عندي. ممكن لازم انزل على هاي البايبات ان شاء الله ما تعور. قربت تمام. ايوه شكله صح. طبعا انا بنتظر الماء عشان اقدر اطلع وياه. زين بعدين يعني شلون اقدر اطوف يا اخي؟ اوه حتى هني الماء يرتفع. لحول شو استفدت يوم اني نزلت الماي يعني؟ قولوا لي ساعدوني. لازم ارجع. ما اذا بستفيد شيء من اللي قاعد اسويه ولا لا، بس جرب ليه لا، ممكن في فايدة. اوب اختنق. لا لا اصبر اصبر اصبر، طول بالك. بل اول مرة اختنق في الجزء غير الاختناق. هالشكل يعني كان لازم اسوي. انه الهدوء الذي يسبق العاصفة يا صديقي. زين نطلع فوق ونقط نفسنا هني. لا يعني حاول تفهمني أرجوك. أنا ما أدري هالشي يعني يفرق إذا خليته يصورني ولا لا، يعني لو مثلا كسرته قبل لا يصورني مثلا ما بيوني الجنود، ما بيقتلوني مثلا. أوه أحمل الصوبين. انا بس قاعد اشرب ترى هالصوب، ما ادري اذا صح لازم اي هني ولا لا. غلط طبعا، لازم اروح هناك.
شكله صح بثور فيه لأن مات بسرعة يعني ما مداني أثور فيه، شكلهم ثوروا ببعض. هي عندنا علاج صوت المراوح دحوس. اوكي تمام. يا اخي مو بفله يوم تحاصرون الواحد يا اخي عيب. ايش قاعد تسوين؟ ايش فيها المروحه؟ كلش ما في تركيز. زين شيء يمكن نحصل شيء هنا. قدرت اعدي اشوه، كانوا هم مشغولين قاعد يسحبون اشياء ما ادري شنو هي، حطام كراتين ما شنو. يوم اقول كلمة حطام اتذكر ستراند ديب، يوم كنت اقول حطام عن الهاي عن السفن اللي غرقت. يا رب امشي بالعدال وما اطيح. لا تدز بس امشي. ياي كم هما؟ كم 45؟ ما شفت. اوه تعرفون هالصوت شنو صح؟ طبعا مو بصوت الهليكوبتر، لا صوت راديشن. في مواد هني شكلها اسمها فيها راد راديشن. هاي يعني هاي شكلها البدلة. طبعا طلع هالصوت لأنه كأنه تحذير. صعدك ما شاء الله عليك ما تحتاج مساعدة. ايوه انا فريمان. اوكي كلهم يدرون ان جوردون فريمان اللي هو الشخصية اللي احنا نحركها انه هو كان ياي الصوب. ف احتاج رصاصة انا، فانا كلهم يعني مستعدين. يقول ان هاي الوقت مو بوقت مثالي اللي انا وصلت فيه. في صوت وحش تسمع ولا بس انا اللي اسمع؟ ان شاء الله ليش تطردني وبس. في الراديو بعد قاعد يبلغون ان انا راح امر، وان عطني ان يقولون لنا يعطيني كل المساعدة اللي يقدر عليها عشان اعدي واوصل. اوف مصدوم ذيلا، حرام شي يسوون في الناس. وين في واحد ثالث؟ يعني يقطون صواريخ فيها هالكائنات. تعرف نخش في الأرض بعد ها؟ نفس حركات ذاك الجزء. اوكي قاعد يقطون صواريخ فيها هالكائنات. تذكرون في نهاية الجزء الأول هذاك الجيمان أعتقد اسمه اللي لابس بدلة وطلع في نهاية اللعبة وكلمنا، قال ان احنا حطينا هالكائنات تحت سيطرتنا بسبب المغامرة اللي انا سويتها طبعا اللي سواها جوردون فريمان. اوه حاولت انقذها والله بس ما فايدة. لحول زين، فكان يقول ان هالكائنات حطوهم تحت سيطرتهم، فواضح الحين انهم قاعد يتحكمون في هالكائنات لأغراض غير طيبة. لوثين الدنيا عكسين الأوضاع. بعد تعرف تشيل وتفلت. طبعا الناس مساكين قاموا يتحولون. ما يصير يا وهذاك العالم محتفظ بواحد ويتعامل وياه كأنه سلحفاته ولا شي الكائن اللطيف ماله، وهم كائنات شلون طبعا راسك ويخلونك تتحول. طبعا انا بتكهرب اذا عديت فيها الكهرباء، فلازم انتظر الوقت المثالي عشان اعدي. ممكن الحين؟ اوكي يعني كلها كهرباء مثال. اوب
اح الكهرب. اوف المكان كلش مأساة. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة موت. زومبيز هاف لايف غير. خلاص استغفر الله. بعدين يلوثون المكان اكثر مما هو متلوث. اهلا وسهلا. تقول ان عبت لي هالشيء بترول واني راح احصل مساعدة اكثر في المحطة اللي بعدها. المحطة نسيت والله رقم كم. وبس والله لازم اركب. تقول ان الوضع راح يكون صعب بس اني لازم اسوق بسرعة قد ما اقدر واشرد. فحاليا قاعد نشرد بس ما كنت اتوقع ولا كنت ادري ان العالم هالشكل متدمر كله. اعطيني هني رفع عشان اطلع. ننزل. بريوس قاعد تسكر البوابة. اوكي مش وعديت يعني في الوقت المثالي. حاول نتجاوز الاغراض وما ندعم. وخلاص الشابتر وصلنا نهاية حلقة اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. ترقبوا الحلقات الجاية وتحملوا بروحكم والله يحفظكم.